وبطاقة إيداع في السجن في حق وديع الجري رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة واسف جليلة كان حكي على خلفيات القضية. نسمع شنو قال. وزارة الرياضة اعتبرت أنه إبرام عقد على خلاف السياق القانونية هو عقد مخالف للقانون وبالتالي للأمر هذا الأمر عدد 552 لسنة 1977. شنو فيه الأمر؟ الفصل فيه يقول يقع تعيين المدير الفني القومي بمقتضى قرار وزير الشباب والرياضة، والفصل الثاني يقول بعد ما يتم تعيينه أن المدير الفني يمثل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني لدى الجامعة الرياضية القومية ويعتبر بحكم ذلك أحد أعضاء مكتب الجامعي. لحد الآن سنة 1977 كان الوزير الرياضة يعين أعضاء المكتب الجامعي، ثم تطور التشريع، تطور قانون 1995 ثم قانون 2006 إلى أن جاء مرسوم سنة 2011 المرسوم اللي جاء بعد الثورة. المرسوم هذا هو المرسوم عدد 66 لسنة 2011 الموافق في 14 يوليو 2011 يقول تسير الجامعة الرياضية مكتب الجامعي يتكون من أعضاء يقع انتخاب من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع. هنا لم يعد الوزير يعين حتى عضو مكتب الجامعي وبالتالي لم يعد يعين حتى المدير الفني. يقول قال هنا كيف أن الوزارة جبت هذا القرار الأقشر؟ نقول لكم حاجة أنه تناست الوزارة أنه المرسوم اللي جاء بعد الثورة قد نسخ كليا الأمر عدد 1977 ويعتبر بالتالي ملغيا ولا يمكن الاعتماد عليه. ولهذا هذا كل أنه الوزارات المتعاقبة كل عمرها ما نفذت متأكدين أنه هذا هو النص أصبح نصا ملغيا. هذا كلام العضو الجامعي هشام الذيب اللي حكي على تفاصيل الإيقاف، وخليني نقول الرؤية القانونية لأعضاء الجامعة في علاقة بمشكلة العقد اللي على خلفيته اليوم موجود وديع الجري في السجن. نائب رئيس الجامعة واسف جليل حكي على المدير الفني المحور الموضوع صغير زويته ويقول أنه تعرض للتهديد. صغير زويتا المدير الفني ونعرف شنو نقول تعرض للضغط وللهرس وتهديده انه اذا كان ما يوردش رئيس الجامعه او يقول فيه كذا وكذا سيتم وضع حد للعمل نتاعو وسيتم اقلاق راحته. وفما في هذا التسجيلات هي موجوده ولدى القضاء بامور قانونيه ومانيش باش نتحفظ كيف عن ذكر الاسماء ترفعا ما نحبش نذكر الاسماء. سمعنا بلوتو شو الكلام في علاقة بالصغير زويتا ناصر محمود حتى ما نعرفش ناصر ايه هو حقق الحق معناتها وقت اللي تشوف الملف في حد ذاته والتهمة اللي متوجهة للسيد وديع الجري بالنصوص القانونية اللي أنا ما نفقهش فيها وما عنديش بها دراية كبيرة باش ننجم ننزه ولا ننسب ولا لا، لكن هي في حد ذاتها وقت اللي تشوفها معناتها تشوفها حق قضية معناتها نجم أقول عليها كان تافهة للأمانة معناتها مع كامل احتراماتي لكل الناس. أنا وديع الجري تعرف اللي الناس الكل عندها سيالوم سيبلي عنده مدة نستناه في وادي الجري، جبدنا الدواء، جبدنا الإكيبمون، جبدنا الكونتراتوات، جبدنا كل المؤيدات، شوهنا بكل الطرق الكل. في نهاية الأمر لقينا اتعلت انه وديع الجري جاب مدير فني يخلص 4 ملايين في الجامعه التونسيه اللي تقدم ولا قداش المبلغ ما نعرفش قداش بالضبط لكن ما يفوتش 5000 دينار، انه هذه التهمه هذه تخليه يدخل الحبس. راهو يا رفيق هي واسم تعار لينا احنا قبل كرياضيين نقولها لك بكل صدق. اليوم اسكو معقول اليوم تجم وديع الجري تعمل فيه الاتهامات اللي تحب انت، لكن على الاقل قالوا تهمه تجم الراي العام تولي تقول على الاقل فما نزاهه في الشيء هذا. لكن انك اليوم تحط راجل في الحبس يا خويا راي حاجه مش عاديه، يلزم تكون حاجه استثنائيه، يلزم فما اختلاس كبير، فما فوارق كبيره. بالرغم احنا رانا مع القانون وتطبيق القانون، واليوم حتى رئيس الجامعه راه جبدوا له برشا مرات قالوا له ما كنت انت رئيس الجامعه نتاع البوكس، هي تعطينا القوانين اللي انت عملتها وشنوما المؤيدات اللي كانت باش انت حطيت مدير فني في وقت اللي انت تترأس الجامعه نتاع البوكس، معناتها ورينا تسكو كنت تخلص فيه في 80 دينار، كنت تخلص فيه 160 دينار. هذا شكون سأل السؤال؟ الوزير سيد الوزير خاطر هو ما كان رئيس هو كان رئيس الجامعه رئيس الجامعه نتاع العاب الفرقيه الملاكمه ظهر لي ملاكمة. لا لا عندي ثابت هذه معلومه ثابته هو كان رئيس الجامعه ما نعرفش سمعتها منك هذاك علاش زاد قالوا له ورينا انت كيفاش كنت تخلص المدير الفني نتاعك في 80 دينار نفس الصيغه ونفس الطريقه نفس الاسلوب. انا نقول لك حاجه القضيه هذه انا نعتبرها راهي تشوهنا الناس الكل كرياضيين قبل ما وديع الجري نجم يشوفها وغدوه باش يتنحى
ومش باش يديرون في الجامعه التونسيه لكره القدم. اما اموا نلقاو حاجه تحفظ ماء الوجه. اليوم راه نحب نحكي لك وناكد لك اللي فما معلومات كبيره انه الكره التونسيه باش تتضرر خاطر الايماج نتاعنا احنا قاعده تتمس. راهو اليوم كانوا رئيس الجامعه نشوهوه بالطريقه هذه راهو الناس الكل الكره نتاعنا باش تتمس. الجهه الاخرى تقول لك انا عندي قانون عمره من عام 77 ولا من عام 30 هو قانون يجب ان يطبق ومش على خاطر هو قانون قديم وحدك انت تنجم تاخذ القرار بانك ما عادش تفعل القانون هذاك ولا ما عادش تطبق. نحكي في وجهه نظر الجهه الاخرى اللي هي الشاكي اللي هي الوزاره. الكلام اللي قلته فما ناس تتبناه تقول لك نعرف انه فما عركه بين الوزاره وديع الجري وديع مستهدف القاو الفايذيه القانونيه فرفعوا به القضيه. رفيق كلمه واحده نحب نقولها لك وناكدها لك انه اليوم راي الفيفا معناتها فما إمكانية كبيرة إنه الناحية الرياضية نجم نتمسوا بالحق. هذه راهو فما معلومات تؤكد إنه في الأيامات القليلة القادمة إنه النجم التوانسة والرياضة التونسية بصفة عامة هذا ما لا نتمناه في كل الحالات بتبيع. هذا ما لا نتمناه مش ناقص بلادنا إنه الكرة تتعاقب. شو الفيصل اليوم كان القضاء محمود؟ أنا أخسر الحقيقة نختلف كليا مع اللي عملته المكتب الجامعي هذا ومع التمشي في الدفاع على رئيس الجامعة حقها انه تدافع ولكن الابروش كلها غلطة لأن وين هزتها؟ هزتها المسألة قانونية بحتة يقول لك هو الأمر بتاع 77 الوزير يعين المدير الفني اللي هو يصبح عضو في المكتب الجامعي وش مشاو عملوا من بعد خذاو المرسوم بتاع 2011 اللي يقول لك بعد الثوره جات راهو ما عادش يتعينوا اعضاء المكتب الجامعي بل يقع انتخابهم. اي اوكي نجم نجاوبك سهل وكل كي هو يتعين عضو مدير فني ولكن اذا يحب يدخل العضو مكتب جامعي يقع انتخابه. ريت هزوها الابروش قانونية خاطر هو ديع الجري موقف بحساب القانون. ايش فسر لو كان كيفش ندافع عليه ويثني نوري خاطر هذه تطيح مباشرة هذه يجي قانون يقول لك ايه اوكي هو عضو ما شو اسمه مدير فني ايه ما يحب يدخل مكتب الجامعة يقع انتخابه. معناتها انه المرسوم ما الغاش كل الامر بتاع 77 صحيح هو كان جيت انت كيفاش دافع معنا مكتب الجامعة شو بشكولة سهلة سهلة العملية ساعة اول حاجة الفزاعة بتاع الفيفا ذي ما عادش نحكي عليها ما عادش لانه اصبحت مساله تافهه والشعب التونسي الكل وين تخرج مشكله مع المكتب الجامعي المشكله يخرجون للفيفا ما عادش تنطلي على حتى حد. هذه اول حاجه ما عادش نجبدها ديجا. ثاني حاجه سهله برشا نجي نقول لهم يا ولادي هذا عقد وهذا عقد ابرم ووقعوا المسؤول في الوزاره يثبتوا لنا كان المسؤول اللي في الوزاره وقع والوزير ما في بالوش شو مدخله وديع الجري وكان هو ما في بيه وكان الوزير موافق او كان الوزير يتحمل واكثر من هكا. هل انه عقد لانه توسي باش تفهم انت كي تحكي معاه تقول وراي المساله ما فيهاش فلوس ما فيهاش مكسب ذاتي للسيد وديع ما خذاش فلوس حتى في مكتوبه ليه هذا مدير فني والمدير الفني راهو كان يخرج لبرا سي زويته ياخو 10 مرات ياخو 10 مرات قد اللي ياخو فيه. خليها الامور مبسطه خليها هكا الامور ما تدخلش في كلمتهات القانونيه اللي تزيد تخلي العباد تدخل عنده الحق وما عندوش الحق وقانونيه مش يا وليدي راهو ماهش فلوس راهو ذي الفص 96 ايش نحكيو على الفص 96 اللي تبناه جزء كبير على الاقل منه خب سياسيين تقول لك راهو قاعد يضر في الاداره بصفه عامه. اوكي ايجا وزيدهم اكثر من هكا انت كمكتب جامعي تقول ايه تقول انا باهي شديت وديع الجري هل انه الفساد اللي في الكوره بتاعنا باش يتنحى؟ ما يتنحاش. المحاسبه والقضاء على الفساد في الرياضه التونسيه راهو ماهوش كي ناحي وديع الجري اوكي ياهم قعدوا اعضاء المكتب الجامعي اللي هما قاعدين في نفس هذا ماهوش ارجيومون كيفاش نحي فلان نقضي على الفساد معناها عموما مش حتى في علاقه بوديع الجري. محاربه الفساد تقتضي انه كل من اخطا يعاقب وكل من تجاوز القانون يدفع الفاتوره. هذا عموما بشويه بشويه تنقضيو على الفساد معناها هذا ما ينجمش يكون ارجيومون هاليوم كيفاش نحيو وديع باش نحيو الفساد ولكن عموما زاد كلامك يسمع
الفيصل في وسط هذا الكل سيكون القانون. نوافق انا الراي انه مش هذه القضيه اللي على الاقل الراي العام اللي كان عنده موقف من وديع كان ينتظرها كونترا ديريكتور تكنيك ولا منفعه الوديع الجري باش اليوم يلقى روحه في السجن. وبربي الناس اللي تسمع فينا شويه منطق ساعتها كي يستفزني راوينا كومنتير صديقنا سيالة حسن يقول لك محمود بيض في الجري وجمعته تنجم تتهم محمود حتى بتبييض المصعد اما وديعه وجمعته معناها سعيب جدا معناها اكثر انسان استبسل في عركته مع وديع مليانة صغير ومحمود يتعارك مع وديع ما حقش يعيا في الكلينيك في الكلينيك هبط من كرشمه هبط يحكي على وديع دونك كلهم منطقين ولكن فما منطق انه يتعارك معه ماذا لا يعني انه يزم اليوم خلق الحبس يقول اي يناقش الموضوع تناقش لي دو فيرسيون الجامعة سمعتوها شو قالت كانت تدخل معنا ناطق رسمي باسم الوزارة وقتها وجهت النظر نتاعها ونعاود نأكد الرأي العام اللي كان يحب يسقط وديع الجري تم نسبة كبيرة من التوانسة بالنسبة لهم وليلهم انمي بوبليك نتاع الكورة هذا موجود لا بيرسيبسيون جينيرال ديما نحكي عليها ما يلزمش يتم إلغائها مش هذه القضية اللي استناوها بالنسبة لوديع الجري حتى كونوا واضحين ومن بعد نتمنى أن القضاء ياخذ مجراه ونتمناو نتمناو ثقة حتى حد وإن شاء الله اللي عمل يخلص واللي ما عملش ربي يفرج عليه.